تطبيق لمخرجات المجلس الوزاري لعقد يوم الخميس مع وزارية الفلاحة والتجارة، رانا شرعنا فعليا احنا الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة بتطبيق أهم القرارات اللي جات، واللي هي من أهمها تخصيص الفضاءات المجانية لفائدة الفلاحين، وأيضا تخصيص نقل المنتوج من المستثمرة إلى أسواق الجملة. السيارة هم في متناول الجميع، يديه الزوالي التفاح هذا، يديه الزوالي، يديه المتوسط، يديه الناس الكل، يديه الفورنيسور، يديه بأسعار معقولة جدا. أنا واحد من الناس بعت التفاح نتاعي بعته ب 12000، ب 10000، ب 13000.